السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة راح نتكلم عن الـ PBL. وش هو الـ PBL؟ الـ PBL هو معناه Problem Based Learning، أي التعلم عن طريق حل المشكلات، وهو سياسة يعني من سياسة الكلية وشيء مهم مرة. طبعا زي ما أنتم عارفين كليتنا نظام Traditional والـ PBL جمعين وجميع. في بعض الكليات بس Traditional اللي هي محاضرات، بعض الكليات بس PBL، لا احنا الاثنين مع بعض. وش أهمية الـ PBL؟ الـ PBL طبعا عليه بشكل عام 10 درجات من درجات نهاية البلوك أو درجات البلوك يعني نفسه، إلا في أول بلوك وراح أتكلم عن هذا الشيء بعد شوي. له فوائد كثيرة، زي إيش؟ إنه نقل الطالب من متلقي الباحث، خصوصا مرحلة ما بعد الدراسة، عشان بعدين لما يكون دكتور يحدث معلوماته باستمرار مع تحديث الطب يعني. في برضه تطوير مهاراته، مهارات الاتصال والعمل كفريق، لأنه يحطونكم جلسة مع مجموعة طلاب، فلازم تتعلم كيف تأخذ وتعطي مع الناس. الالتزام بأسلوب علمي لحل المشكلة، مو لما تجيك مشكلة يعني ما تدري من وين تبدأ، تبدأ من الأخير، تبدأ من هنا، لا، هم يعطونك خطوات معينة عشان تحل المشكلة بشكل صحيح. النظام هذا يعلمك أنك تكتسب أكثر من منظور لحل المشكلة. المشكلة فيها أكثر من زاوية لازم تشوفها عشان تقدر تحلها بشكل سريع وبشكل فعال. وجودك مع طلاب يعطيك المنظور هذا، لأن هذا الشخص عنده رأي غير عن هذا، وبالتالي تكتسب آراء مختلفة. برضه يقوي ورسخ معلوماتك أثناء النقاش، يعني صدقني لما تكون تتكلم مع خويك وتتجادلون بشأن مشكلة ما راح تنساها أبد. بعض المواضيع اللي أنت الـ PBL يكون على الأسبوع نفسه، يعني في الأسبوع نفسه تدرسون عن شيء يجيكم مشكلة في الـ PBL، فبالتالي طبيعي راح يجيكم باختبار الـ End of Block اللي هو اختبار نهاية البلوك. زي ما الشيء له فوائد يكون له أضرار. من أضرار الـ PBL في الجلسات، الامتناع عن المشكلة ممكن يضرك في العلم، يعني ما تكتسب معلومات لازمة، تنسى اللي أخذته، ويضرك بالدرجات بعد، لأنه هو عليه درجات طبعا، والدكتور لما يشوفك ما تشارك ما راح يقيمك بشكل زين. بعض الجلسات يكون تيوتر هو يسيطر على النقاش، الحوار موجه للتيوتر. التيوتر طبعا دكتور، أوكي، والمفروض يكون موجود بشكل خفي، يعني بس الحوار بين الطلاب بس، وهو لما يكون يشوف الحوار راح مكان بعيد ولا أبعد عن المشكلة يساعدهم يرجعون. بعض الدكاترة الله يهديهم يعني حنا نواجه المشكلة هذه، يجي يسيطر على النقاش ويصير أشي بدل ما تكتسب وأنت هو يعطيك إياه. طيب بعض التيوترز الله يهديهم يجلسون يعني الـ PBL مدتها ساعتين، يجلسون يعني كل الفترة. طيب طريقة الـ PBL، الـ PBL فيه جلستين، أول أسبوع وآخر أسبوع، أوكي، هذا بالشكل العادي. من 6 إلى 12 طالب مع تيوتر دكتور، مدة ساعتين يكون، وفيه طبعا الطلاب يعينون بأنفسهم، واحد يكون ليدر وواحد سكرايب اللي يسجل على الصبورة. بعد كذا الدكتور يوزع حالة وهمية، بالعادة نفس المشكلة اللي تقابلكم بالأسبوع أو المحاضرات اللي تاخذونها بالأسبوع تدور عن هذا الشيء يعني، وتحاولون أنتم تكتشفون المصطلحات وتحللون الحالة لأن تطلعون الأشياء اللي أنتم ما تعرفونها، تبحثون عنها في الأسبوع وتجون بالجلسة الثانية وتناقشون فيها يعني. فالميديو اللي هو أول بلوك هذا شيء يعني ما ينطبق، اللي توقلته ما ينطبق عليه، لأنه الميديو لازم يعودونك على الـ PBL، فتلقى فيه 4 جلسات PBL في الأسبوع، يعني شيء خرافي يعني. تخيل اليوم تاخذون جلسة، ترجع تبحث في البيت عشان بكرة تيجي تناقش، طبعا تعب شوي، لكن لازم يعودونك النظام. مو المعلومات اللي تجيبها ما هي بحد ذاتها المهمة، لكن انك تتعود على النظام وتطبيق الخطوات بشكل صح، هذا هو المهم. توزيع الطلاب يمكن يكون باي شكل، يعني يمكن يكون ابجدي او يحطون مثلا يختارون ازين الطلاب ومعاشين الطلاب ويحطونهم مع بعض عشان يكون الجروب متوازن يعني من ناحية القدرات. مثلا انا جلست بجروب طيب بالنسبة للميلز راح تلقون اسماءكم في لوحة اعلانات بين القاعتين، اوكي،
طبعا كل بلوك لازم تشيكون فيه جروبات من A إلى J، لأنه من 6 إلى 12 طالب، وأنتم يمكن تكونون من 80 إلى 100 طالب، فيوزعونكم. راح تلقى إذا كنت مثلا بجروب G مثلا، تلقى رقم الغرفة وتروح تدورها بالمبنى وش اسمه، وتكون أنت هناك بالبلوك هذا. أنا بحط بالرابط تحت أرقام الغرف ومواقعها في المبنى عشان ما تجلسون تدورونها زينا، يعني احنا كل ما نزلت قائمة جديدة راح ندرنا المبنى كله ندور غرفتنا، فعشان يسهل لكم الشيء هذا. تغيير الجروب، ممكن الكلية يغيرون الجروب في كل بلوك، ممكن ما يغيرونه أبد. بالنسبة لنا تغير مرتين، يعني بالنهاية صرنا 3 جروبات، أول بلوكين بجروب، بعدين الثالث بلوك بجروب، وآخر بلوكين بجروب ثالث. هذا بالنسبة لنا، عاد أنتم ما أدري إيش يصير عليكم. الأشياء اللي تحتاجها في البيبيل، لازم تكون مركز ونشيط، نايم كويس، مو تجي تنام في القاعة. هذا كله راح ينعكس على أدائك وبالتالي على درجاتك. شيء مهم بعد لازم تجيبونه في البيبيل، اللي هو قاموس، شو اسمه، قاموس طبي، عشان في كثير من الكلمات اللي ما راح تعرفونها في المشكلة لازم تطلعونها يعني من القاموس نفسه. راح انا احط اسماء بعض القواميس في الديسكريبشن، ممكن تحملونها تلقونها بالاندرويد، او اذا كنت تستخدم ايفون راح تلقونها كلها. في نصائح عامة من واقع خبرتنا وخبرة اللي اكبر مننا في البي بي ال. طبعا البي بي ال شيء مهم مرة مرة مرة، حاول ما تغيب عنه ابد، لان اللي يفوتك فيه ما راح تسترجعه بشيء قدام يعني، وممكن هذا البيبيل يكون الشيء الوحيد اللي راسخه في بالك. البيبيل مو عن الدرجات، لكن عن المعلومات أهم شيء. هذا من واقع تجربتنا، ويعني والناس ما شاء الله اللي جايبين على المعدلات هم اللي يقولون كذا. يعني البيبيل شيء تحضره عشان تتناقش، عشان تتأكد من المعلومة ترسخها في بالك، مو عشان درجات أبد، لأن 10 درجات في النهاية ما تسوى شيء. التيوتر يقيم كل طالب على جهده مو على معلوماته، حتى لو كانت معلوماته صحيحة المطلوب يكون جهده، يعني يشارك باجتهاد ويشارك بكثرة. طبعا هذا في الجلسة الأولى، الجلسة الثانية لازم تجيب معلومات صحيحة مؤكدة، ومو تجلس تتفلسف على كيفك. لا، بعض الطلاب يجيبون برزنتيشن كامل في عرض باوربوينت، وبعض الطلاب يجيبون صور مقاطع فيديو عن المشكلة نفسها. وهذول الطلاب حتى لو ما ناقش بالبيبيل بشكل فعال، تيوتر يقيمه بدرجات عالية يعني. وفيه بعض التيوترز يحبون مرة الفيديوهات ويحبون الصور ويسألون عن الطلاب اللي جابوهم، فحاولوا تجيبون صور وحاولوا تحضرون برزنتيشنز. بس هذا اللي أقدر أقول لكم، شكرا. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع أو بهذه الفقرة. إذا في أي استفسار أي سؤال، إحنا نرحب فيه. في أرقامنا، أرقام جوالاتنا واضحة الآن أمامكم، في ميلاتنا، وحياكم الله بأي وقت. في أي نقطة ما فهمتها، أي سؤال، ترى شباب احنا، حياكم الله. واللي حاب يتفرج على أي فقرة أخرى أو أي نقطة أخرى، كل المقاطع ليها لينكات خاصة موجودة تحت في الديسكريبشن. وحياك الله في أي وقت، بالتوفيق شباب.